إننا اليوم نؤسس لسنة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول على البلاد سنويا خطابا للشعب عبر ممثلي الشعب في البرلمان بغرفته. وأشير أنه لم يتوجه أي رئيس جمهورية بخطاب أمام البرلمان منذ خطاب الزعيم الراحل هواري بومدين في عام 1977 على غرار عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان الذي التزمنا به ونفذناه طبقا للدستور، دستور الجزائر الجديدة، بعدما كان في وقت سابق يعرض حسب النزوات.